ليكي اجاني ضيوف، اللي رح حكيكي بعدين تقبري قلبي. ايه يا لبي لا تزعلي، العالم احسن منا. عم يا زهد، يا زهد، يعطيك العافية نزهة. أهلا. عطلتك عن شيء؟ إيه والله، كان معي تليفون خارجي وكتير ضروري. لا تأخذيني، بس الموضوع ضروري. نعم. أستاذ جهاد موجود؟ لا، كان بدي إياه بشغل. شغل شو؟ مشروع. مشروع بجيب مصاري؟ لا خيري، طبعا بجيب مصاري. شو شايفتيني أنا مثل جوزك بشتغل كل شيء تبرع بتبرع؟ الله يوفقك يا أبو الروض، اعمل له دورة حربقة لجهاد، يعني هيك خليه يتعلم يتلحلح ويروح ويجي يتحرك يجيب لنا مصاري. جوزك مخه هيك مولف ضد العز والمصاري. أنا بجيب له سيرة مشروع، أنا بقول له مصاري بتضرب الوطنيات براسه، تقولي المشروع اللي جايب له يا سرقة البنك المركزي. طب شو أعمل يعني؟ جوزي وبتعرفه وما بيقبل الزايحة بنوب. مرحبا. أهلين حبيبي. أهلين أبو الروض، أهلين أهلين أهلين. جبت لك الكوسة وهي البطاطا كمان. قبضني. شو قبضي؟ قراتك. لك عيب يا اختي، هلا فوق. هلا. شرفي. ها. عجبا. شو هاي؟ شو هاي؟ تسعة، عشرة، خلي هدول معك تقبرني. كتر خيرك، كتر خيرك، شكرا. يعني عم تخجليني لما عم تعطيني رأس شاي، عم تعملني كأنه عم اشتغل مقومة بالبيت. وهلا قدريت من نور ما بدي اتعين، عم بتصير تحط بصمك كل ما فت. بس حلو انا نظامي يعني. اهلين ابو الروضة. استاذ جهاد، بدي اياكم موضوع مهم. اي على راسي، تفضل. هون عن باب. شرف 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 شرف. تفضل. اهلا وسهلا. ها بدنا نحسب الجدول الاقتصادية للمشروع لحتى نعرف شو بده يطلع معنا بالضبط. اي يطلع بالعك ان شاء الله. شوي شوي علي. شو هي تجارة وما تجارة وجدوى اقتصادية ودخل وما دخل؟ شو فهمني بهالشغلات أنا؟ شو عم تعمل مصفاية نفط؟ يا أخي ما بدي أعمل مصفاية دخل، مصفاية نفط. بدي أحسب الأمور بالضبط. أخي أنا ما بدي أعرف شيء، بس هيك بسط لي الموضوع احكي لي إياه. يا جهاد يا حبيبي يا عمري، أنت ليش غاوي فقر وتعتير؟ شرف سيدي، بلش الموشح. لا مو موشح، هلأ من شوي أختي كانت عم تحكي معي من بيروت. اسمعني هالقصيدة. إذا بترد جهاد لا تتمسخر. طيب. جوزها هلأ عم يعمل مشاريع بيوت بلاستيكية ببيروت، كل فترة بيعمل مشروع وبيظبط حاله. ماشي؟ ليش كل الناس بتعرف تظبط أمورها إلا جوزي؟ لأني حمار. أنا شو فهمني بالتجارة بالزراعة؟ فهميني بس. بعدين لأقول لك شغلة، هذا الأخ الذي أمامك عمره اشتغل شغلة وأنا معه فيها إلا خزقني؟ أنا؟ إيه أنت. يا بياخذني على السجن، يا بيخليني اتخلى عن مبادئي ويورطني بشغله ضد مصلحه البلد. هلا لو هالمشروع ضد مصلحه البلد، لو هالمشروع ضد القانون، انا كنت جبته بالاساس وعرضته عليك. انا معي قرشين شايلون، قلت لحالي بتنفع فيهم، وقلت بقول لك بركي انت كمان بتتنفع. بدك بدك ما بدك تصطفي. شوف لهلا بده ابو الروض. لك لحظه شوي. بده مو لا تفهمي شو بدي اقول. سمعت وفهمت كل شيء جهاز. عجبك؟ سمعت وهي بالمطبخة، لأنه رادارات تبعها من هون لدير الزور أنا بعرف. أستاذ جهاد، أنا معي شي 300 ألف ليرة، بدي روح أشتري فيهم بطاطا وكوسة من ابن عمي فلاح عنا بالبلد، وبدي بيعهم لتاجر كبير بالسوق، هو بيتصرف فيهم وبيوزعهم، بقى هي الشغلة، شو فيها شي مخالف للقانون؟ والله هو فعلياً ما فيها شي، بس أنا خايف تطلعني بشي نكشة بشي مصيبة تخوزقني. جهاد؟ مو انت الصبح كنت عامل اجتماع بخصوص التلاعب بالاسعار من قبل تجار الازمه مشان المواطن ما ينظلم؟ مزبوط، بس شو دخل هي بهي؟ كيف شو دخلها؟ دخلها ونص. انتوا بتجوا بتنزلوا خضرتكم على السوق وبتكسروا فيها سعر، ساعتها انتوا اللي بتتحكموا بالاسعار، ما بتخلوا حدا تاني يتلاعب فيها؟ هذا الحكي عين العقل. هلا انت مو اليوم اشتريت خضره؟ ايه. بقديش اشتريت كيلو الكوسه وكيلو البطاطا؟ مو ب 250؟ مزبوط. كثير منيح. هلا نحن شو بنساوي؟ نحن بنروح لعند الفلاح نشتري منه الكيلو ب 100 ليره، قد ايه بنبيعه للتاجر؟ ب 160 ليره، هيك بنربح بالكيلو 60 ليره، والتاجر رح يربح فيه 75 ليره، شو بنكون نحن عملنا بهالحاله؟ بنكون نحن تنفعنا وبنفس الوقت نزلنا سعر الكيلو على المواطن للبطاطا وللكوسه 15 ليره. والله مزبوط. طب ابو الروض قل لي هلا الفلاح ليش مو دغري بيروح عند التاجر الكبير؟ مو احسن؟ بيوفر اللي بياخذهم الوسيط. لا يا ابو يزن، الفلاحين معترين شروانة بالخير، قديه بيطلع موسم الفلاح؟ طن ولا طنين؟ التاجر الكبير ما بيشتغل طن وطنين، التاجر الكبير بيشتري 10 طن، 15 طن، فبيجي الوسيط بيشتري من هالفلاحين مواسمهم وبيبيعهم للتاجر الكبير. آه
معناتها نحن هاي الفلاح وهي تاجر كبير، نحن بالنص، نحن الوسطى. يا عيني عليك، وانا بعرف فلاحين منيح عنا بالبلد بيزرعوا بطاطا وكوسه، بنشتري مواسمهم ومنبيع على التاجر. ايوه طيب هلا في حال اهلين. عفوا ام سالي معصبه شوي، قلت لحالي بيجي لعندكم انا شو عم تساوي؟ لحظه خلص اخي، الطن بقديش؟ الطن ب 100,000. انت بتشتري 3 طن ب 300,000 وانا بشتري 3 طن ب 300,000. حلو، قديش المربح؟ بكل طن 60,000. يعني مربحك بيوم واحد ب 3 طن 180,000 ليره لك و 180,000 ليره لي. شو؟ ابو الرود 180,000 ليره باليوم؟ جاوبها. ايه حبيبتي 180,000 ليره. بس ليش عم تحكيها بهالرومانسيه؟ طولي بالك شوي لنشوف، ما طول عمره خزقنا. حط ايديك ورجليك هالمره بمي بارده، لا تحسب حساب شي. انا الفلاح ابن عمي يلي اتفقت معه مشان ناخذ موسمه امن الشاحنات وحاسبن على دوز باره، يعني عمولة الشاحنات مو علي وعليك، عمولة الشاحنات عليه. اول ما بيوصلوا الشاحنات لهون بتصل بالتاجر الكبير، بيجي بيستلمون، يعني نحن لا مننزل ولا منطلع ولا منخزن وبيحاسبنا فورا، شو بدك احسن من هيك؟ بدكم تتاجروا بالفواكه والخضار؟ ايه. طيب ليش ما قلتوا لي؟ ولا انا مو جاركم؟ اخي نط، اذا معك 100,000 جيبها وتعال وبتشارك معنا. 100,000 انا ما معي، بس يمكن ام سالي معها. هلا برجع. راحوا. شو قلت؟ اخي اذا انت مثل ما عم تحكي ندفع حق الخضره ونجيبها لهون، بيجي التاجر فورا بيستلم ويقبضنا، انا ما عندي مانع. انا رح اجيب المصاري فورا. كثير منيح. استاذ جهاد، انت بتعرفني هذا الموضوع موثوق، بس بيني وبينك خايف من شغله. من شو؟ نقوم نجيب الخضره والتاجر ما يجي. لا تاجر، هاد كلمته كلمه. شو عم تحكي انت يا ابو يزا؟ هاي 300. شرف اخي، هاي 300. ها حطهم بالكيس، عدهم. لا شو عدهم؟ لك عدهم. شو عدهم؟ اعوذ بالله، عدهم وراك انا يا ابو يزا. ليش ما تقدر؟ لا الله يسامحك. يلا خليني اتسهل انا لانه عندي طلعه على البلد. ناجي بخاطرك. بس وينك؟ الله يخليك. ها لا تورطنا، أنا لهلا ماني مأمن إنك ما تخوزقني. الله يسامحك، الله يسامحك. 180,000 بيوم واحد. الله معك. أهلين أبو الروض، الله معك. ما تطول. ها طريقتي وقياتك مشوار، ما بدك تعيش. شوفي العمى، كأنكم راجعين معركة وخسرانين. شوفي بالفعل بابا، أنا اليوم كأني راجع من معركة وخسران فيها. ليلي من ورا مخها لهي بنتك، دمرتني تدمير. يخرب بيت قلبك، طول عمري أقول عنك إنك سلاح دمار شامل. شوفي احكي. ما في شيء، أنا ما عملت شيء، هن عم بتبلوني. عم نتبلاكي؟ ما عملت شيء، قعدت بالنص بيني وبين سالي، صرت بدي أقول لها البنت بحبك ما عم بقدر، صرت أغمزها لنور ما أقول لها اطلعي خذيها لأختك، طعميها أبو شارع، ملي لك شيء شغلة. أيوة مضبوط، أخذتها على الجنينة بركي تلعب بالمراجيح بتلتهي عنهم عبس مستحيل مثل البزاقة. مقبولها عليها الحق. بدك تصير البطل هذاك، ما فلعت الاختراعاتك تفلح بالحب. يخرب بيت قلبك، بدك تعمل مثل حكايتي، واحدة بنت مثقفة وفهمانة وحلوة. بدأ عمل مثل ما عملت أنا مع أمك. I love you. You too. بحبك. هيك دغري توجه لها. بحبك. امشي خلصيني تعالي. I love you. بحبك. سالي. سالي. سالي أنا بحبك. وأنا بحبك ابن عمو. يحبك دبور بأصعب قرنة بجسمك. يخرب بيتك شو غليظ. قولي أي. فوت فوت فوت. هلا نحن عم نجيب الطن البطاطا والكوسة ب 100,000، ما هيك؟ 100,000. طيب إذا من أول مرة ربحنا 180,000. 60 ب 60 ب 60 على كل 100، مزبوط. ماشي، رجعناهم على رأس المال. ها جمعناهم مع بعض يعني؟ إيه إيه. معنا صار فينا نجيب فيهم شي 4.5 طن تقريبا. بنرجع بنبيعهم ناقص. بيطلع عنا. شو بكي؟ جهاد. شو؟ على هالحالة 3 تجرات يعني بيصير معنا شي مليون ليرة. لك طولي بالك، خلص 3 تجرات، أنا تجرة واحدة بس، بعدين ما عاد كمل. لك ليش؟ ليش؟ حدا بصحي له يصير معه مصاري بيقول لا. لك يا بنت الحلال، مو شغلتي هي،
انا ما بفهم بالتجاره، انا عم قلت بس لاخلص من نقك. خلص اوكي يصح لك حصه. عمو سليلي إيجابي. شو بدها؟ صحيح انت بدك تشتغل انت وابو الروض بتجاره الخضره؟ ايه حلو كثير، معناته انا بساعدك عمو. شلون؟ لانه انا عندي خبره. انت مشتغل هي الشغله من قبل طلال؟ لك طبعا، بالسنه الاولى بالجامعه اشتغلت بياع خضره مشان امن مصروفي. عمو ايه. شو رايك انا اطلع على العرايه منادي على الخضره لانه صوتي بيودي. اسمع، ريانة يا بلدورة، أسود يا باذنجان، لا تشلحوا بيشلح لحاله الدرعين. شلحوا خمرك زين. قوم شو بك عمو؟ قوم يخرب بيت قلبك فيقت الجيران. لحمة بقلبك لحمة عجبه؟ لا بدو ياني الشغل على البسطة. شو قاعد بسوق لها لنا؟ فاتح بالزبلطاني أنا، يقطع عمرك. قومي النا تصبح على خير. قومي